هجرة الشباب تتفاقم من سنة لأخرى في ظل ارتفاع معدلات البطالة وغياب السياسة الواضحة لتوظيف الشباب وتأهيلهم، فضلاً عن عجز الأسر عن القيام بدورها والإنفاق على أبنائها بعد التخرج، كلها ساهمت بهجرة الشباب للعمل في الخارج. غير الأوضاع الاقتصادية، إنه أبوي بيخلف علي اللي درسني، فإنه مش مهتم، أو يعني مش بالضرورة هو إلا يدبر لي كمان شغل كمان، يعني بكفي، بس إنه بكفي إنه درسني، بديش أزيد عليه الحمل، عشان هيك ببعد وبشتغل أنا، يعني بدبر حالي، بس بالأول والآخر بتقنعوا إنه أنا عم بشتغل مش قاعد يعني. في كل الأحوال وإن تعددت الظروف والأسباب للسفر والهجرة والإقامة خارج البلاد، فإن فكرة الهجرة لم تكن فكرة جديدة وليست بالأمر الهين، بل هي مشروع بحد ذاته يراه الشاب المخرج الوحيد لتغيير أوضاعه المتردية. إحنا طلاب بنعاني من هاي الشغلة، إنه بنتخرج 4 سنين بندرس بالجامعة وفي الآخر ما بنلقى إنا ولا فرصة عمل نهائيا، وإحنا يعني أنا كطالب الجامعة بأيد إنه الطلاب عن جد إنه يلقوا فرصة أحسن من هيك، إنه يطلعوا خارج البلد. أحسن إشي إلي أنا كطالب جامعة ومتخرج ومعي شهادتي إني أسافر برا البلد، يعني هذا أحلى إشي إني راح أسويه. وأشار البعض إلى أن تراجع النمو الاقتصادي وغياب العدالة وانتشار الواسطة والمحسوبية سببا رئيسيا لتصبح الهجرة فرصة للهروب من الواقع الموجود الذي يتمثل في الفقر والبطالة وغياب العدالة. كمهندس مدني يعني هون أول إشي رواتب، أنا كخريج يعني راح تكون قليلة. ثاني إشي مجال العمل، يعني الواسطة، أنا اشتغلت في البلد في الأردن يعني بشكل عام، فإذا بدي أشتغل لازم يكون معي واسطة، إذا ما معي واسطة بدي أحاول أدور على فرص ثانية، يعني بدي يعني ممكن كمهندس مدني مثلا ممكن تلاقيه بيشتغل برا مجال عمله. أليس فقدان الأردن لشبابها يعد أزمة سياسية وثقافية تساهم في تفكك المجتمع وتخلف البلاد؟ فمن المسؤول عن هذا الوضع؟